احنا طبعا لكي في مستشفى روح الحائل لانه بنك الدم غريب لنا، غريب صح، ولكن طبعا نظام انه لما يكون في حالات زي دي وبتحصل كثير، والواحد يعني لو لاحظت شيء راسي شاب من الولادات هذه، فدائما احنا بنشتغل كتيم. التيم بيكون الاستشاره امراض النساء والولاده، ومرات بنستعيذ باستشاري الاشعه لانه في الاونه الاخيره في حاجه اسمها الانترفنشن راديولوجي، ممكن نحقن في الاورده الكبيره عشان نوقف الدم، وفي نفس الوقت بنحتاج لجراحين الاوعيه. مرات نحن بنضطر نستشير زملائنا يربطوا الاوعيه عشان على الاقل، لانه اي مره دائما بتهتم انه لازم يكون عندها رحم، فعشان كذا بنحاول نعمل المستحيل. فيعني في السنوات السابقه لخبرتنا يا ما تعرضنا لنزايف، وانت بتحمد ربك انه المريضه الحمد لله تدينا. فدي من الاشياء اللي بتخلي فعلا كل استشاره امراض نساء ولاده يكون very careful.